ليش سويت هذا سبب؟ ليش؟ أنا كنت أنا وسعدك وأجيب لك كل التردي كنت منتظر أني لا أجيبه لي ليه قتلت نفسي؟ تموت منتحرة كافرة تحرميني من ابني شد حيلك مولانا ليش ما منعتها من اللي سوته؟ ليش؟ وأم السعد إيش مدري هي إنه راح تسوي جاريتك بنفس هذا الشيء وهي أصلاً ناوية تنتحر حتى تخلص منك رحت قولي أي كلمة تعال فكني حبيبتي احكي حبيبتي احكي لا تضلين ساكت طلعي اللي بداخلك انا حاسه بك وحاسه بالمصيبه اللي انت بيها اترجاك لا تبقين ساكت قولي اي شيء الله ينتقم من اللي كان السبب واللي هيك سوى بينا شو هذا